هي كانت بتعرفها يعني شافتها. ايوه فسالت منا حاليا وعرفتها ان هي مقيمه في ابو ظبي. قامت جات على سن يعني نرجع معاك يعني. طيب هي ما تابت ورجعت لكم يعني وندمت على الكلام ده صح؟ والله ندمت على الكلام ده لكن هي حاجه كده ما قالت جدا. طيب كده قال عندك سؤال ثاني للمخرج كده ادينا سؤالك الثاني. عندي سؤال ثاني. ايوه يلا عندي سؤال ثاني. امي ربتنا دي كانت عيانه غلطه في المستشفى. ايوه لها زمن ما صلت كثيره بعدها. يعني كانت مريضه مرض شديد يعني بيمنع الصلاه. كانت مريضه في العنايه المكثفه. هي ما في غيبوبه واعيه. ايوه لكن شنو مركب لها اجهزه. مركب لها اجهزه. ايوه يعني كانت فاقده الوعي والله وتصلي وكذا. كانت واعيه قالت. مهندس كويس. طيب كانت في كامل الوعي يعني. لكن بس في مكان ملان اجهزه ما كانت بتقدر تقوم. فاتت الصلوات لكثره يعني تقريبا اسبوعين حاجه زي جدا جدا. خلاص اسمعي كلام الشيخ يديكي ارشاد ثاني مره ثانيه في موضوع والدتك دي ان شاء الله، واديك ايضا ارشاد فيما يتعلق بالفتوى الخاصه بامكم اللي ربتكم ان ما صلت لها قريب اسبوعين. خلاص تبرتم امكم اللي ولدتكم ما دام جاتكم راجعه واحترفت بكم واحترفتوا بها بروها، وكذلك امكم اللي ربتكم كمان احترفوا بها. لكن تورثوا من امكم الولدتكم، ما بتورثوا من امكم الربتكم. يعني لو امكم الربتكم ماتت ما بتورثوها، امكم الولدتكم تورثوها. لين ربتكم تكرموها وتعتبروها. لكن لا تورثكم. ولو ودتهم هديات هدايا بيقبل هدايا دي ما فيها حاجه. نعم. السؤال الثاني قالت امه مربوت دي كانت مريضه في العنايه المكثفه مركبين لها اجهزه، لكن هي واعيه يعني كانت واعيه لكن ما بتقدر تتحرك في سرير العنايه المكثفه. ايوه طبعا الصلاه ما بتسقط من المسلم المكلف مهما كان مريض. مربطوا له الاجهزه اللي يقدر يقوم ليش، وفي اجهزه دي يجيبوا له حجر نقيض يتيمم به وعلى اتجاه راقد به ما شرط على القبله. على اتجاه يصلي بحركات كده ودعاء كده الله اكبر الله اكبر بين عيونه. يصلي ما يترك الصلاه. لان الصلاه ما بتسقط من الزول طالما عقله فيه. اما اذا كان دخل في غيبوبه سقطت عنه الصلاه اثناء الغيبوبه. زول مبنج 5 ساعات 10 ساعات بيعملوا في عمليه مبنج، اول ما فاق من البنج تقف عليه الصلاه. هل يجوز الصلاه نيابه عن الزول؟ لان زول المريض ومات ممكن نصوم عنه. لكن اجمع العلماء على ان لا نصلي عن ذول حي ولا ميت صلاه الفريضه بالاجماع. ما بيجوز ان نصلي صلاه الفريضه عن حي ولا عن ميت. لكن الزكاه ابونا كان ما طلع الزكاه نطلع عنه، وكان على 10 يوم في رمضان ما صام نصوم عنه او نطعم عنه. طيب بس هي تعمل صلاه الفريضه هي اللي ما بتقبل النيابه اصلا. هي ما صلت الايام دي وكانت واعيه. خلاص ربنا غفور رحيم. ما تعيد الصلاه لا تعيد. هي فاقت من البني. فاقت ممكن فاقت. تعيد تقضي يعني تقضيها ما دام فقد من البني. ما ماتت، نحن كنا قايلين ماتت في البني. لا حيه ما دام حيه تعال تقضي الصلاه وادي بالعافيه. الله ان شاء الله يطول في عمرها ويديها الصحه والعافيه ويجروا اجر عظيم على عمل اللي عملته ده. انها ربت البنتين دي ما شاء الله لحد ما كبروا. لكن نذكر ثاني حته الهبه دي، الهبه دي مهمه بالنسبه طالما هي ربتهم وشغاله في الامارات بالتاكيد يكون عندها اموال كثير. اي طبعا يعني ممكن تهبهم. ممكن تهب ليهم. اي يعني ماله ده ممكن تهب اذا كان عنده ورثه ما تهب المال كله، ممكن تهب التلت للبنات دي تهبه في حياته تسجل لهم في حياته. اي اما لانه يجوز للزول يهب تلت ماله. هاي يبقى ده يكتبته لانه لو ماتت وعندها المال دي البنات دي ما بيرثوها لانه ما من بطنها. طيب شكرا جزيلا شيخنا الجليل على هذه الافاده. معنا ايضا من النيل الابيض ايناس. مرحبا يا ايناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أبوي مطلي لأمي وأمي مزوجة راجل تاني. أيوه. ونحن قاعدين أنا وأستاذة شغالة في تندنسي. نعم. في الإجازة بمشي أنا وأستاذة في تندنسي. أيوه. في الإجازة بمشي النيل الأبيض. أيوه. يعني أول شيء بمشي بزور أمي وبعد ذلك بمشي لأول. أبوي يقول لي ما عافي منك كم مشيت لأمك. هل بيقول لك ما عافي منك منو؟ أبوي. انت قاعده مع امك ولا مع ابوك؟ لا مع امي لا مع ابوك. انا قاعده في داخليه في تندل في شعار استاذه. اي يلا في الاجازات بمشي النيل الابيض. امي ساكنه هناك وابوي ساكن هناك، لكن امي متزوجه ساكنه في بيت زرق. ايوه بقوم بمشي بقعد معاه فتره بعد كده بمشي لابوي. طيب انت في ال بمشي ليه وابوي بيقول لي ما عارفه منك كم مشيت لامك. وبعد الاجازه تنتهي بتكون قاعده مع امك ولا ابوك؟
بمشي بقعد مع ابوي، اول بقعد مع امي يومين ثلاثه وبعد ذاك بقضي الاجازه مع ابوي. ايوه يعني دار تعرفي انه كلام ابوك ده يعني. ايوه هاي بدي اعرف عدم العقد جدا لي ما عاشي منك لا في الدنيا بس الاخره كم بشيت اليها. سبحان الله. هي استاذه شغاله في مدرسه وقاعده في داخليه. ايوه وامها مطلقه ومزوجه رجل ثاني وابوها اظن فصل منها فتره طويله، لكن بيقول لها ما تمشي. هي ساكنه مع ابوها، هي في الاجازه بتقعد مع ابوها. ايوه في الاجازه لما تأجي المدارس بتقعد مع ابوها. لكن بتحاول تمشي تزور امها. ما متزوجه هي. هي لا مو متزوجه. اي سامع اي. ابوها بيقول لها انا ما راضي عنك، لازم هي الاخره لو مشيت لامك. لا لا تمشي. ابوها يؤسم لانه الحرد على قطيعه الرحم يؤسم اللبو. والبيت لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واجب على تبر ما تبر ابوها. تقول يا ابوي زي ما انا ببرك كمان يبر امي. وانت ما تمنعني منحتني في الحال اللي ربنا يعاقبك يوم القيامه. لانك حردتني على قطيعه الرحم، حردتني على المعصيه. أيوة يبقى ولا القاعده تقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. هي تكلم تنصح ابوها وتزور امه. كلام ابوها ده ما عفى من الدنيا واخره يرجع له هو. كيف؟ يعني يتعاقب به هو، لكن ما بيني لا شيء. لان ما قصرت في حقه ولا حق امه. طيب لو ضغط عليها شديد؟ ده الا بهددها بحاجه معليش في الحال اللي كراه. تضرب التليفون لامه. تبرها بالتليفون. اذا كان هددها قال لها زول الثاني مشيت لامك انا بسوي لك واعمل لك خوفها. هو الحاله دي ما تمشي والتليفون تبر امها، والذنب ما عندها ذنب من جهه امها، واذا ابوها يتحمل الذنب. لا حول ولا قوه. داري لنا ارشاد يا شيخنا للكلام زي ده، لانه ده حاصل كثير. طبعا حصل الفراق. انت يا اخي طلقت الزوجه المردي وتزوجت وانت تزوجتها، المفروض انت ذاتك تواصل بتليفون بشيء تسال صحتها وعافيتها يوم بيتك وكذا والعشره الطويله للفراق ذاك، لكن تمنع بيتك ما تزور امها. يبقى انت ترضى انه تكون عندك بيت بيتك دي تكون مع امها، امها تحميها ما تزورك. انت ما بترضي، ما بترضي لنفسك ما ترضي لغيرك. أيوه. زي ما داير بيتك تبرك كمان خلي بيتك تبر امها. اي دي نصيحه الله يقيمها يا شيخنا، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي الناس لما فيه الخير. طيب لو رجعنا لموضوعنا اللي هو موضوع الاذان، شروط رفع الاذان والاقامه، يمكن يكون بدينا الحديث عنها بسيط. أيوه. لكن كذا نسترسل فيها. شروط رفع الإقامة والإذان. طبعا الإذان الزول اللي يكون جهور وكلام باللغة العربية واضح ما يلحن في الأذان، في ناس يأذن حي على الصلاة، لا لا جرة طويل، حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، جرة طويلة كده. أيوة كل جرة، لكن ما يعمل تمويج. أيوة حي على الفلاح، لا جرة طويلة. بالأذان كده يكون بلغ بعدك الله أكبر، طبعا بالضمة لكن خفيفة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي بكون بالفتحة والضمة يعني خفيفة. يكون اللسان العجمي. أيوة. يعني مرات ما بقولوا مثلا الله أكبر. أي واحدين الله أكبر. أيوة. ده غلط خالص يعني. في بعض من المأذنين بيجوها كده، لا الله أكبر. أيوة. لكن ما يقول أكبر، أكبر. مخارج الحروف دي مهمة. طبعاً أي ما. طيب في ناس يعني عندنا قبائل ما عربية. يعني بيأذنوا مرات الأذان بيكون مكسر. بس ده شيء حين. طبعاً الناس اللي لجنة المسجد لازم يكون المأذن اللي بتختار يكون بيأذن واضح يعني ما يكسر ما يلحن في الأذان. لأنه من الملاحظ أيضاً في ناس بيقولوا محمد رسول صول رسول الله. باللغه بالسين محمد الرسول. عشان كذا احنا اشترطنا في اللغه العربيه تكون ضروري باللغه العربيه. طيب الاذان معروف انه فيه تمهل شويه. والاقامه كيف بتكون؟ اي طبعا الاقامه اللي هي اقامه الصلاه. اللي خلاص جاء موعد الصلاه. طوال المؤذن يقول الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، يرى كده مرتين قد قامت مرتين الصلاه، مرتين الاقامه مرتين دي. كل واحده الاقامه مرتين. دي كده نكرر الكلام ثاني. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله،
أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لاحظنا في الأذان في بنقول مرتين مرتين وفي الإقامة بنقول واحد واحد إلا في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين نقولها مرتين. جزاك الله خير. معنا محمد من الجزيرة، مرحبا يا محمد. ألو، معنا محمد من الجزيرة. محمد لو ما سامعنا ممكن يرجع لنا مرة ثانية. طيب، بعد الأذان يعني في الأحاديث كلها يقول لك إنه يعني بعد ما تتابع الأذان يعني تقول اللهم صل على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يا عنا القائمة آتي سيدنا محمد بشير والفضيلة. هل الكلام ده يعني فعلا من سنة يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى إن من السنة نحكي الأذان، الأذان أول ما ختم نصلي على النبي بأي صيغة، كما صلى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أو صلى الإبراهيمية نصلي على النبي بأي صيغة. بعدها تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس وحدين يقول لك لو الذي لا يخلف الميعاد، بس لو وعدت دي اللي هي آخر كلمة في الحديث صحيح البخاري. يبقى بيقول الكلام ده قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، العلماء قالوا معناته استحق الشفاعة، وجبت له الشفاعة، نال الشفاعة. طيب احنا لاحظنا كثير من الناس لما الأذان يؤذن أو يؤذن يكون مشغولين بحاجات، يعني يعني الى اي درجه ادبنا الاسلام انه احنا لما نسمع الاذان يجب انه نتوقف عن كل شيء؟ اي هنا طبعا متابعه الاذان سنه، حتى بعض الفقهاء قالوا واجبه، يعني تسمع المؤذن توقف اي حاجه تتابع الاذان، لكن الجمهور قالوا سنه متابعه الاذان، او حتى انت في الصلاه اذا في صلاه النفل تحاكي الأذان، أما في صلاة الفرض بعد ما تسلم من الصلاة. بعدين كان دا أنت دخلت المسجد عدار تصلي تحت المسجد والمؤذن قام يأذن تقيف تحاكي الأذان وتصلي على النبي وتدعو للنبي بالدعاء ذكرناه، بعد ذاك الله أكبر تصلي تقيف واقف ما تقعد، تخليك واقف لغاية ما حصل خلص الأذان بعدين تصلي. لو قعدت اللي بيحصل شنو؟ ما لأنه تحت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أي ضرورة. طيب أيضا معنا من شندي السير، مرحبا يا السير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقول للشيخ سؤال واحد. نحن عندنا مسجد نصلي فيه، في اثنين بيقولوا يا صلوا معانا هنا يا صلي برانا. بيقولوا شنو؟ يا صلوا لنا في الناس اللي في المسجد دي. اها. يا صلوا نحن برانا، صلوا في الناس هم برانا، نصلي في ناس هم واصلين. هم قاصدين شنو يعني؟ قصدهم شنو في الحكايه دي؟ والله قصدهم الحناد، بس ما عندهم قصد كانوا لا هم هم يعني يصلوا كذا. قول الكلام ده مره ثانيه عشان نفهمه كويس. قلت لك ان حاجه بتغامر صلاه في اثنين بيمشي يجيبوا قصاد مكيف. قصاد شنو المكيف؟ المكيف يقول لك يا جدو نصلي قصاد المكيف ده، يعني احنا بنصلي هنا ده بنصلي مع الامام، اركع الامام يجد منجد معاه ونطلع. يعني بيكونوا بعيدين يعني من من المصلين الثانيين؟ بعيدين من القصه ايوه. ممكن لازم تقفوا جنب المكيف يعني. يقول لازم يصلون جنب المكيف. والقاعد يحصل شنو طيب؟ اللي بيحصل شنو؟ تختلفوا؟ صلوا برا صلوا معنا صح، صلوا مع الامام لكن ليه وحدهم. يعني صلوا الامام بقيم الصلاه وهم بصلوا لوحدهم، نحن نقوم في نص الجامع وصاد المحراب. يصف مرات الناس كثر الصف يصلوا ويصف الصف ما يصلوا. وهم يصلوا بعيد شويه يعني صاد المكيف يعني. ايوه بدون حاجه للمكيف ده. ايوه طيب شكرا جزيلا. سير من شندي ايش قال عندهم نفرين في المسجد
المسجد اظن فيه مكيف، فيبدو انه هما دارين يقفوا جنبه بس. ايوه المكيف ده بعيد من المنبر او بعيد من المحراب. ايوه هما بيأمروا الناس يقولوا يا اخي صلوا محل الحته البارده دي، ما تمشوا هناك، ما تمشوا بعيد يعني جنب المحراب. المفروض ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لينوا بايدي اخوانكم. دخل المسجد الرتب دي نخليها خالص. ندخل بالمد عبيد لله خاشعين لله. اي ندخل عشان نصلي ما نختلف. وقفت جنب المكيف بعيد من المكيف، لقيت الناس تقف ان دار تؤدي الفريضه وتنال الثواب. اما النقنقه والخلاف ومكيف وما مكيف دي يعني تسير الخلاف تشغل الناس عن الخشوع، وبدل ما انت تاخذ ثواب حتطلع بدون ثواب. لينوا بايدي اخوانكم، يعني اخوك قال لك جيب جاي وقرب جاي اخذ تسمع كلام داخل الصلاه. طيب في حاله دي هم دين نفرين والغالبيه بيقولوا نصلي جنب المنبر او جنب المحراب. المهم انه الصلاه الصحيحه في المسجد في المحراب اذا كان المصلين هنا كتار عشان يتملي المسجد. اذا كان لقوا قدام المسجد في سخانه وفي بروده او كده اضطروا لي ورا ما في يعني مانع، لكن مش ما يختلفوا. ما يختلف واحد يصر ولا عندنا صلي جنب المكيف عندي كده. الا اي مسجد يكون فيه لجنه محترمه هي بتدير شؤون المسجد وتدي الاوامر وكذي، الناس ما يختلفوا عنها. اللجنه قالت كده خلاص نسمع كلام. وفعلا زي ما قلت المسجد لو ما بيتمري ما في مانع انه نصلي جنب الحته البارده يعني. بس الخلاف ما كويس دول داخل كويس. لو قبل المسجد يتملي وما في حته نقول معلش، صح يا شيخنا؟ اي صح. ودول داخل المسجد داير الثواب، لكن يقعد يضيع ثواب بكثرة النقنقه والخلاف. نعم نعم، جزاك الله خير شيخنا. سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى، ابقوا معنا بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بصحبه شيخنا الجليل محمد احمد حسن. في هذه الحلقه نجدد التحيه لمشاهدينا الكرام ونذكرهم بانه نستقبل الهواتف بتاعتكم على الرقم الذي سيظهر بين الحين والاخر على الشاشه. وفي هذه الحلقه بنتحدث عن الاذان والاقامه، بدينا حديثنا يا شيخنا عن بعض التفاصيل، لكن في مؤذن تلقى مؤذن، هل يشترط هو نفسه الاقامه الصلاه؟ يستحب يعني يكون مؤذن معين للمسجد هو اللي بيؤذن هو يقيم الصلاة. إلا إذا حصل لي عذر مثلا يجي الوقت ضايق ممكن يؤذن بعد يمشي يتوضى، ما بيشترط الطهر للأذان. زول يلي قال الوقت خلاص جه وما متوضى يأذن يمشي يتوضى، مش يتوضى المي انقطعت ولا تأخر ويجي موعد الصلاة، ممكن أن الواحد من لجنة المسجد يقيم الصلاة. أي ما فيها مشكلة، ما في مشكلة. هو موجود اللي هو من المستحب اللي بيأذن يقيم الصلاة، اللي إذا كان المؤذن زي ما حصل كده مرة. لكن برضو مرات الإمام هو ذاته بيقيم الصلاة ويصلي ويؤذن كله. ما يجمع دين ما دام المؤذن فيه. حتى ولو مؤذن متأخر ما جاء يقول لزول فلان الفلان يقيم الصلاة. أي بعد من الناس اللجنة يقول له قيم الصلاة. طيب من الأسئلة يعني شاهدنا كثير من الناس في المساجد مرات الواحد يكون عنده حتة معينة بيقعد فيها. أيوة. ثابتة. الحتة المعينة إذا كان هو متعود عليها ويجي بدري يقعد فيها ما في مانع، لكن ما يتأخر. لو يتأخر وجا لزول لقى يصل فيها ما يمرقوا. أي لأنه ده ما في حكاية تخصص معه، لكن هو اعتاد مسكين يصلي في المكان ده. نحن اللي عارفين فلان ده بيقعد هني نخلي له حقه محله فاضي احترام له. لكن زول جه ضيف ما عارف ووقف في محل زول ده يصلي ما يطرده ولا يرجع. يصلي بعيد قام يتأخر مالك. طيب ناخذ معانا اسلام من بحري. مرحبا يا اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني نعم تفضل ارفع صوتك شويه كمان يا اسلام. يعني ابن الشيخ معنا دعم الحكم. نعم تفضل يسمعك الشيخ الان تفضل. صوتك بعيد. العمل بتاع عمار. نعم. واني قلت لك ابوك العمل بتاع عمار عايز اقول لك. لا يا اسلام انا ما سامعك كويس صراحه كده، ارفع صوتك شويه. الو معذره اسلام، ان شاء الله يعاود لنا الكلام ثاني من جديد تحدث معنا. اذكر الساده المشاهدين انه بامكانكم الاتصال علينا في هذه الحلقه من برنامج الفتاوى على الارقام التي ستظهر على الشاشه بين الحين وعلى الاخر. نحن نرجع لموضوعنا يا شيخنا. الصلاه خير من النوم هي طبعا تقال في صلاه الفجر. اي صحيح. اي
متى تقال؟ يعني نحن عارفين الفجر فيه أذانين. حصل خلاف بين العلماء هل هي في الأذان الأول أم الأذان الثاني، لكن ما جرت عليه الفتوى في جميع البلاد العربية حتى في الحرمين الشريفين اتفق على أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني. أيوة والحمد لله إحنا هنا كان في السودان في بعض الناس بيصروا إن يقولها في الأذان الأول، لكن هالساعة اتفقوا كلهم في كل أنحاء السودان إنه الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. طيب المسافة بين الأذانين دي الكم من الزمن تقريبا؟ أي طبعا الأذان الأول يبتدي من الثلث الليل للليل الأخير، والأفضل يكون قبل الأذان الأخير بساعة. لأنك أنت لما تأذن قبل الأذان الأخير بساعة، أنا أسمع المؤذن عيلي ساعتي أقول خلاص فاضي للأذان الثاني ساعة، أنا أقول بالحال يقطع الجمار وتوضى وصلي ما تيسر من ركعات وأدعو صلاة الليل، بعدها كي يبيع مهلتي في الجامع أسمع الأذان الثاني وصلي الرغيبة كده. لكن لما تقوم تأذن لي قبل طلوع الفجر بساعتين أقوم معي الساعة أقول أخي لسه ساعتين كثيرة، ثاني جر البطانية أجريت البطانية دي تو يمكن تفوت عليها صلاة الصبح. عشان كده أحسن للأذان يكون قبل بساعة أو ساعة إلا ربع أو نص ساعة كده معقولة، برضو نص ساعة معقولة برضو زول يقدر يتمكن يصلي ما تيسر ويجي المسجد يصلي الصبح وجمع بصلاة الليل في أفضل وكده وصلاة الصبح حاضر. نعم برضو حنرجع للموضوع ده لأنه في ناس بيأذنوا قبل الوقت بفترة طويلة جدا وكمان بيقولوا كلام تاني غير الأذان، أي لا كلام تاني وكذا الكلام الثاني ده التهليل والتكبير والحاجات دي تقول اللي في سره. نعم نعم. لكن لو قام قهر بيها قد تضيع عليه ثواب الصيام وثواب الأذان. نعم. كده نرجع للموضوع ده ننبه له الناس ثاني مره ثانيه. معنا بشير من نهر النيل، مرحبا يا بشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التحيه لك وللفريق العامل المشاهدين المستمعين اينما كانوا. الله يفتح عليك يا بشير، تفضل. ونحيي فيها محمد يصل إن شاء الله معك. والآن ثلاثة أسئلة. سؤال أول عن فضل الاستماع للقرآن الكريم. فضل شنو؟ فضل الاستماع للقرآن. الفضل الاستماع أيوة إلى القرآن الكريم. والسؤال الثاني فضل سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. والسؤال الثالث ما هي الأسباب التي تجلب حب الله؟ الأسباب التي شنو؟ تجلب حب الله. تجلب الله حب الله. جزاك الله خير يا أخ بشير من نهر النيل، أسئلة كويسة وممتازة جدا. فضل الاستماع إلى القرآن الكريم. الاستماع للقرآن، قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له انصتوا. يقول الاستماع للقرآن جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. يقول لما استمعت للقرآن كل ما استمعت آية عندك 10 حسنة، كل ما استمعت آية 10 حسنة. الاستماع ده معه تدبر ولا ممكن طبعا تدبر؟ أي طب كل ما تدبر القرآن ده ما كويس تأخذ ثواب تأخذ الإذن. مرض يكون في السيارة الرادي شغال مثلا أي تستمع بقدر الإمكان ما دام أنت راكب راك سايق برضو تسمع وتسوق ما في معنى. طيب قبل ما نمشي لبقية أسئلة أخونا بشير معنا من نهر النيل أيضا أحمد، مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بزار عن الأذان في ناس بأذنوا حي على الصلاة غير الصلاة حي على الصلاة. يعني بالتجديد؟ أي. أيوة. في ناس بيجروا الأذان مثلا في حي على الصلاة وحي على الرئيس وحي على الصلاة. كويس. نعم. تعال عندك سؤال يا أحمد. شكرا جزيلا. بقية أسئلة أخونا بشير من نهر النيل قال فضل سورة الإخلاص. أيوة. وأنا داري أنبه هنا شيخنا معلش. أيوة. في ناس بيقولوا صورة صورة. طبعا تختلف من سورة. أيوة. طب بالسين. أيوة. بالسين. أيوة. بالسين سورة الإخلاص. الصورة دي ما هو الصورة المعرفة. أيوة. إحنا يعني ظاهر يعني سورة حتى ذاتها مكتوبة سورة بالسين ما بالصاد. ما بالصاد. أي سورة الإخلاص. الصورة والسورة. لكن لسان الناس بيغلب عليه غنى سورة الإخلاص. نعم. لكن سورة الإخلاص. نعم. أيها الورد في أنا عديت الأحاديث المرد علي
في فضل سورة الإخلاص 40 حديث. 40 حديث مرد عليه في فضل سورة الإخلاص. ما بدي أني اطلعت على كل الأحاديث بس المرد عليه بس 40 حديث في فضل سورة الإخلاص. نقرأ منها حديث واحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الله الصمد، تعدل ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث قالوا معنى تعدل ثلث القرآن فسر بتفسيرين. التفسير الأول قالوا معنى تعديل ثلث القرآن اللي قالوا أحكام القرآن ثلاثة: قصص وأخبار وتشريع وأحكام وتوحيد. الثلاثة دي وسورة الإخلاص اشتملت على التلت الأهم والأشرف وهو علم التوحيد. فكانت بالنسبة للقرآن تلت. التفسير الثاني قالوا معناته بقر سورة الإخلاص بحضور قلب فاهم لمعنى كلماته، مصدق مؤمن موقن بكلماته، ربنا دي تلت سبب القرآن. يا سلام. سبحان الله. طيب أيضا بشير بيسأل: من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى؟ اللي هي طاعة الله تعالى، اللي يحب ينفذ أوامر الله، أطيع الله وأطيع الله الرسول. طاعة الله امتثال أوامر الله، تأدي الفرائض ربنا فرض عليك، تترك المحرمات ربنا بيحبك. طيب أحمد أيضا من نهر النيل قال: في ناس بيمدوا في الحي على الصلاة. في مد شديد هنا. أي في الأول قلنا يقول لابد الزول بعد أن يكون باللغة العربية الفصحى وما يمد ما يجيب موجات في الأذان، ما يشدد كده الأذان واضح كده. أي حي على الصلاة. أي. طيب من الأسئلة أيضا اللي احنا لازلنا عندنا في الحلقة دي: حكم أذان وإقامة المرأة. أي هنا ده العلماء قالوا يعني جمهور العلماء. أول حاجة كل العلماء كل المذاهب الأربعة قالوا إقامة الصلاة لا تسن للمرأة. أي تصلي بدون إقامة. ورد حديث وقد استدلوا به أن المرأة ما عندها أذان طوال مخفت في الصلاة دار تصلي العشاء تعمل النية وترفع اليدين الله أكبر ما تقيم الصلاة للمرأة يعني في حقها. أما الأذان طبعا الأذان هنا ده للرجال يعني. نعم. أذان الرجال. طيب من الحاجات اللي برضو بتثير كثير من انتباه الناس في بعض المساجد بيأخروا شوية الأذان، يعني الوقت يكون دخل يكون تاني بعد ربع ساعة حتى يقوم يأذن، يكون لسبب مثلا المسجد كان مقفول، يكون المؤذن تأخر في البيت أو تأخر لأي سبب من الأسباب. هل بعد ده الدق الوقت ما يخش أنا لازم أذن ولا ممكن خلاص أكتفي بأذانات الله؟ أيوة طبعا ده المسجد لابد يأذن يقيم على شعيرة الأذان يصل حتى ولو جاء المؤذن متأخر نص ساعة والمؤذنين صلوا واحدين وثلاثة ممكن يأذن. أي ما فيها حاجة لأنه يتأخر، لكن مطلوب من المؤذن ده يحرص كل الحرص على أن صحته تكون مضبوطة 100%. ولأنه عدم يترتب عليه ثواب عظيم ويترتب عليه واحدين صائمين واحدين دارين يمسكوا من الصيام. لابد المؤذن ده خاصة صلاة الصبح يعني للساعة كك جاء الوقت يأذن ما يتأخر ولا يتقدم دقيقة. يحرض على كل حرص. حتى الأذان الأوقات الثانية اللي في دول منتظر دار يصلي العشاء وماشي مشوار أو دار ينوم كابز على النوم يقوم ما يأخر الأذان جرد ما سمع الأذان يقوم يبتدي يصلي. طيب ممكن الزول يعني يصلي في البيت لو دار يصلي قبل الجماعة ممكن يصلي قبل الجماعة. طبعا صلاة الجماعة هي السنة مؤكدة زول ما يتأخر عنه إلا العذر. زول مريض في النسوان ما صلاة الجماعة ما يصلي في البيت. زول مريض ده يصلي يعني في البيت ممكن يصلي قبل المسجد يعني بعد ذلك ممكن يصلي قبل المسجد. أيوة. في الأوقات. أما صلاة الجمعة قالوا الزول الفرض عليه صلاة الجمعة ما يصلي الظهر اللي هو يوم الجمعة إلا بعد الإمام ما يفرغ من صلاة الجمعة. نظروا لنا في ذلك في شباب يتكاسل ما يمشي صلاة الجمعة. قال نحن نصلي الظهر قبلنا ما بيقدرون نصلي الظهر إلا بعد الإمام ما ينتهي من صلاة الجمعة لأنه واجب عليهم صلاة الجمعة. أما زول تاني زي أخواتنا النساء مجرد ما سمعت الأذان بتاع الظهر الإمام صلى الجمعة ما صلى يصلي الظهر عادي. طيب معنا من الخرطوم أيضا ميم. مرحب يا ميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يا شيخنا عندي قضاء صيام شهرين علي يعني علي صيام شهرين
في حمل الولادة مهما قدرت أكون. أيوة. وانت تفضلت علينا قلت يا إطعام أو غضاء. أنا دار قبل شهر ودار طعم شهر. الإطعام أنا محتار إنه كيف أختار المسكين. يعني ممكن أجل قالت حمل ورضاعة. قال لك بسبب الحمل والرضاعة ولا سبب تاني؟ أيوة حمل ورضاعة. طيب أنت محتارة في شنو الآن؟ محتارة في شنو؟ يعني كيف أعرف أزول المسكين ده كيف وديه مثلا أشوف الناس في بيوتنا ولا ممكن الناس الشحاتين في الشارع ديال عادي يعني. كيف تعرف أيوة المساكين؟ طيب شكرا جزيلا. مين من الخرطوم قالت عندها شهرين ما صامتهم بأسباب حمل وولادة. أي. بس هي محتارة الآن يعني تدي الناس دي كيف تعرف المساكين دي كيف قدرت تطعم يعني. هي طبعا الحمل والرضاعي لو عندها شهرين ديلي بسبب الحمل والرضاعي اختلف العلماء. عندنا المذاهب الأربعة قالوا الحمل المرضع يقضيان تقضي وبعضهم قالوا مع القضاء تطعم. أما عبد الله بن عباس ومعه خمسة من كبار علماء التابعين في مستوى الإمام مالك والشافعي قالوا الحمل المرضع يطعماني ولا يقضياني. هي نخدتها في مذهب الصحابة تطعم. أي طيب تطعم كيف؟ طبعا هنا ده الإطعام 35 جنيه النفر الواحد. نعم. في رمضان زعونة المجمع 35 جنيه كل مسكين تدي 35 جنيه. طيب تطعم كيف؟ أول حاجة مثلا هي النسوان بيعرفوا أن الجيران الفقراء أكثر من الرجال. أنت تقول مثلا البيت داك أبوهم ما شغال أو دخل بسيط العيال كتار ما بيكفي مسكين الدخل ما بيكفي. نعم. تشوف عددهم كم؟ سبعة أضرب سبعة في 35 أدون حق السبعة يوم تدون لأمهم أمهم حتجيب لك اليوم. البيت ده فيه كم؟ تسعة أضرب تسعة في 35 أدون حق التسعة يوم. البيت ده فيه كم؟ ثلاثة. ثلاثة في 35 حق الثلاثة وكذا تمت بالطريقة دي تكون وزحتيها وكذا على شرط البيوت اللي بتديها يكون ناس فقراء ما يكون أغنياء. هاي وانت جارات بتعرف الجارين المساكين أكثر من الرجال. طيب نحن يا شيخنا نرجع لموضوعنا القبيل. قلت لك في بعض المؤذنين بيقوموا ينبهوا يسمون نباه. ايوه النباه ده بيقوم بيقول اشعار وكلام كثير يعني قبل ما يؤذن. هل يجوز ذلك؟ ممنوع خالص. الحياه دي بدعه وكل بدعه ضلاله. يوقف الحاله دي ربما لاقوال التهاليل دي والحاجات دي اذن وربما ينحرم من سبب اللزان. لانه دخل اللزان كلمات ما من اللزان. انت الشرعي جرع الكلمات دي لا زيد ولا تنقصين. هو بيقول قبل المؤذن ما ولا قبل قول في سرك سبح في سرك هلل في سرك وكبر واقرا وسبح في سرك. لكن كلمات اللزان دي ما حقتها حقت الناس اللي بتدعوهم للصلاه. تجيبين تمام لا تزود لا تنقصين. طيب في ناس بيصلوا في الفلاة يعني يكونوا في الخلا في الزراعة كده في أودي يكونوا مسافرين هل يحق لهم إنه برضو يأذن؟ أيوة طبعا هنا الزول في الحي أنت ساكن في بيتك أيام ما بتقدم للمسجد أذان الجامع يكفيك. ناس حصل وفاة وقالوا المسجد بعيد دارين نصلي المغرب في مكان الفراش البكا هل يأذنوا؟ لما يأذنوا لأن أذان الجامع حقهم يسمعوا السنة في حقهم يسمعوا. زول في الخلا مش عنده لوري مش يجيب الخرصانة من الخلا ممكن يأذن. ولذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لأحد الصحابة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يبقى أنت مثلا زي أخوانا المشين يجيبوا الخرسانة من الخلا واحد عنده متر في الخلا عنده بهاي مرعاة في الخلا عنده مزرعة يا وقت الصلاة أذن وارفع صوتك بالأذان. معك دول يصلي معك يصلي ما معك صلي براك. أذان في حقك سنة. وأشوف أي حاجة لما زول في الخلب يأذن يرفع صوت الحجارة الشياطين البهيم البرع جنبك ديلة يقول نشد لكم الغيام. يا سلام فضل كبير والله يا شيخنا. طيب في واحد بيسأل يقول بعد الإقامة طوالي في ناس بيدعوا قبل ال أيوة صحيح. فورد حديث إنه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يبقى أنت سمعت الأذان وصليت على النبي وسألت للنبي الوسيلة في الحالة دي تدعو. أنا قصدي أنه بعد الإقامة يعني مثلا بعد الإقامة بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام لا ما في وقت بعد الإقامة دعاء. أنت الإقامة تحاكي الأذان الإقامة في سرة المؤذن يقيم في الصلاة تحاكيها زي ما بتحاكي الأذان بعد ذاك تدخل في الصلاة طوال ما في وقت للدعاء. يعني إذا لو جاء المسجد والأذان أذن ممكن يدعو ما يشاء لحد وقت إقامة الصلاة. أيوة الدعاء بين الأذان والإقامة مستيقظ. نعم معنا وجدان من بحري. مرحبا يا وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك والتحية للشيخ الفاضل. الله يفتح عليك. ربنا يديك العافية. طيب عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول عايز أعرف يعني خصم الشيوخ يعني بيقول لك ده شيخ بيعالج بالقرآن. فمثلا من شوليه والناس بتعالج منهم يعني هم كان عندهم سحر مثلا هم أي مشكلة فبيقوم بيديهم حجابات حجاب يعني بيقول لك ده حجاب مكتوب فيه آيات الله يقوم ملازم معاك. حكم الحجاب ده شنو؟ أو مرات يديك موية كده يقول لك الموية دي عازم لك فيها أشرب منها غسل منها وشك كده المحاية يعني. أيوة منحى بمحل بمحل القرآن الكريم بموية وبيقول لك أشربه صح؟ آه أي موية يكون عزم فيها. أيوة يقرأ فيها وبيقول لك أشرب منها. طيب أها السؤال الثاني. السؤال الثاني عايز أعرف إنه قراية القرآن لحوجة يعني حسيت بروحي مثلا أموري ما مضبوطة بقوم بمسك المصحف بقرأ كثير عشان الله يسهل عليك. قراءة القرآن في حالة الحوجة بس يعني؟ حوجة. يعني بقرأ اللي حوجة مثلاً. أيوة. وما بس يعني لكن وكي تحس بأنه أصلاً مضايقة شديد بقوم بقرأ القرآن. أيوة. تلجأ له يعني. كويس. جداً يا وجدان شكراً جزيلاً. إن شاء الله الزمن يكفينا نجيب لأن الأسئلة دي معقدة شوية. قالت الناس بيلجوا لبعض الشيوخ بيقروا بيعالجوا بالقرآن الكريم. وبعد ذلك بده الزوال مثلا آيات مكتوبة في ورقة كده بقول ده حجاب ألبسه وبده مرات بيكتبوا القرآن وبيمحوه كان في لوح اللي في ورق بيمحوه له وبقول أشرب. هو الأفضل من ده كله أن زول يحصن نفسه بنفسه. في آيات كثيرة في أذكار في كتب في أحاديث كيف في الصباح تقول شنو في المساء تقول شنو في الدعاء تقول شنو كل ده موجود. الزول لو حفظ الأدعية دي ودعا بها وتحصن بها أفضل من يمشي للناس دي لأنه الناس اللي ذكرتهم ديلا ما كلهم يخافوا الله. واحدين بيستخدموا السحر واحدين بيستخدموا سفلي واحدين كده والبخر دي ما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه حجبات ولا بخرات كان بيتحصن بالأذكار الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرة ميسورة الزول يتحصن بها ويتوكل عليه الله. أما دي القرآن ورد عشان نحن نقرأ نتعبد بتلاوتي ونتحصن بتلاوتي. أما نكتب بخرات ومحايات ما ورد في السنة. والناس اللي بيعلد ديلا يعني تقريبا ثلاثة أصنار. صنف بيخاف الله تمشي لزول عنده وسوسة عنده مس من الجين بيقرأ له آيات من القرآن ويسأل ربنا يشي لا بيعمل الحجاب ولا بخرات. يقرأ القرآن ويسأل ربنا إنه يبطل السحر ده ويبطل العين ده ويدي الرغية الشرعية. بيخاف الله ما طمعان في قروش ولا شيء يساعد الناس ديم عليه. في صنفي بيخلط بين القرآن وكلام السحر شغل تجاري. أيوه. داير قروش ولفق الحاجات دي. نعم. في الصنف الثالث عنده سفلي بيستعين بالجن ومردة الجن دفع التمن لملك الجن ملك الجن يدو خدام. هالخدام ده اللي يستعملون في الطلاسم والألمات السحر والحياة إذا زول ما بيضمن إنه عشان كده الضمان إن العلم قالوا أنت أحسن بنفسك ترغي نفسك بنفسك ترغي جناك بنفسك. أي. نعم نعم. طيب سريع نأخذ لين من بحري إن شاء الله سؤال سريع كده يا لين. مرحبا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك وتحياتي للشيخ مصطفى. الله يفتح عليك تفضلي. انا عندي اخت مزوجه. انت مزوجه لاختك؟ لا اختي. ايوه. حصلت مشكله بينها وبين زوجها بسبب شغلها. يلا وقام زوجها يعني قال لها اذا مشيت شغلك انت طلقانة. وقامت في حماقه منها كده مشت. فأنا بس دار أعرف إذا كان الطلاق ده وقع ولا ما وقع وإذا وقع الحل شنو؟ الكلام ده طول ولا قريب؟ والله قريب ليه كم يوم. هسه هم قاعدين مع بعض ولا؟ لا لا هي جات عندنا البيت. أيوة. طيب شكرا جزيلا. لين بتقول عندها أختها أيوة متزوجة وزوجها قال لها يا أخي ما تمشي الشغل سامي لو مشيت أنت طلقانة.
ايوه وهي مشت الشغل هسه الان هي زعلانه وقاعده في البيت اظن ولا أيوة. زعلان منها قال لا امشي ما بعرف لكن في النهايه هي قاعده معاهم في البيت أيوة. هل يعتبر الطلاق ده واقع؟ أيوة. طبعا ده في ده اسمه الطلاق المعلق والنص في قانون الاحوال الشخصيه الماده 130 الف النص بيقول شنو؟ لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا بالنيه يبقى نجي للزول ده ابو البيت دي يجي للزول ده يا اخي انت قلت لبنتك لزوجتك مشيت الشغل طلقان وهي مشيت الشغل ونحن لا هي لا انا ما بعرف في قلبك شنو وربنا بيسالك يوم القيامة انت قلت الكلام ده قصدت الطلاق وقصدت التخوف عشان ما تمشي الشغل اذا قال قصد الطلاق يبقى وقعت الطلقه بمشيها للشغل قال انا يا اخي ما استغنيت منها بس حق مشيها للشغل مقصره في حق الوليدات وكذا قلت نعم تمشي شغل عشان تعتني بالاولاد ديله انا ما استغنيت منها ما قصدت الطلاق ولا شيء في النهايه يرجع له هو بس اي يبقى الحل الطلاق ما بيرجع حسب النص لا يقع الطلاق المعلق معلق اذا مشيت الشغل انت طالب لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا بالنيه نشوف نيته شنو اسالوه بس انت تمشوا بس نعم امشوا انتوا اسالوا الراجل ده قول له انت كنت قصدت شنو يعني من كلامك ده شاكرين لكم مشاهدينا الكرام على الاسئله الجميله والحيه الليله كانت في هذه الحلقه من هذا البرنامج فتاوى بصحبه شيخنا الجليل محمد احمد حسن على امل ان نلتقي بكم في حلقه اخرى من هذا البرنامج الاسبوع القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته